اهلا بحضراتكم من جديد جانب باذن مما بذلته وقدمته مصر للقاره الافريقيه ولا تزال لان الرؤيه المصريه للقاره الافريقيه وكما تعلمون دائما مؤسسه على الشراكه بين مصر وبين القاره الافريقيه على النفع للجميع وعلى ان تعم اشكال الخير والتنميه القاره بأكملها أفريقيا ومصر وغيرها من القضايا سنطرحها مع ضيفتنا في الاستوديو الكاتبة الصحفية الأستاذة نشوة الحوفي أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أهلا بك أستاذ أحمد أهلا بك أستاذ نشوى طيب. وحكي طيبة لماذا أفريقيا؟ لماذا مصر أصلا طول اهتمام بأفريقيا وتتعامل مع أفريقيا على أنها جزء من محددات الأمن القومي لمصر؟ دايما نقول في علم الجغرافيا وعلم الاستراتيجيه في علم الجغرافيا يقول لك حدودك هي حدودك الاربعه على الخريطه لكن في علم الاستراتيجيه يقول لك ان حدودك الاستراتيجيه تتحدد بامنك في اي مكان فاحنا حدودنا الاستراتيجيه طول عمرها من قديم الازل من وقت مصر القديمه من وقت اكثر من ألاف سنه قبل الميلاد ترتبط بمنابع النيل ووجودنا في افريقيا نفس الشيء ادركه باني مصر الحديثه محمد علي نفس الشيء ادركه الرئيس جمال عبد الناصر نفس الشيء الحقيقه ادركه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه افريقيا لان وجود نهر النيل فيها عمقنا المائي مع دول منابع النيل ليه افريقيا لانها الحقيقه مصر طول عمرها مفتاح هذه القاره اقتصاديا سواء بقى ادرك هذا الناس اللي فكروا ان هم يحتلون على مدار عصور قديمه او ادركها حتى المحيط الاقليمي والمحيط العربي لينا النهارده الدول العربيه بتتجه الى استثمار حقيقي في قلب افريقيا على سبيل المثال في اثيوبيا في السودان في في الصومال في جيبوتي خلي بالك كمان ان افريقيا للاسف هي ايضا ارض كانت يعني نقول ايه مهبط الاحتلال في عصور قديمه صحيح ان هو تركها لما بعد الحرب العالمية الثانية لما بدأت شعوب العالم في التحرر لكن تركها بالعسكريين ولكنه ظل على احتلاله لها بالعملة بالارتباطات باستيراد موادها الخام وبالتالي الأكثر من ده أنه ارتبط بيها بقواعد عسكرية ما اقدرش انسى ان جيبوتي هي قاعده الاغراب فيها قواعد عسكريه وهي في مدخل باب المندب فيها قواعد عسكريه فرنسيه وامريكيه وبريطانيه وصينيه وسعوديه ايضا يعني ما اقدرش انسى ان الصومال دلوقتي فيها قاعده عسكريه تركيه ما اقدرش انسى واتجاهل ان المينا الصومال والمينا في اريتريا يعني بتديره شركات تركيه. ما اقدرش انسى ان عمقي موجود في افريقيا علشان احمي منابع النيل وخصوصا في ظل اللي بيحصل النهارده مع الضغوط اللي مصر بتواجهها علشان نهر النيل ومياهها انا بدات استاذه نشوه بالحديث عن إن الرؤيه المصريه منذ وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه كانت عبر تقديم رسائل الطمأنه بان مصر لا تريد الا النفع المشترك للقاره صحيح. الافريقيه وترجمت بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بلسان القاره الافريقيه ما الذي تغير او تبدل في نظره مصر لافريقيا وبالتالي في نظره الافارقه لمصر بوصول الرئيس عبد السيسي خلينا نتفق ان مع وصول الرئيس السادات للحكم تغيرت نظره مصر لافريقيا بعض الشيء ليس تقليلا من نظره من الرئيس السادات لافريقيا ولكن لانشغاله بالبنى ومعركه التحرير والحقيقه ان هو ما كانش شايف الاهميه للتواصل مع افريقيا وكان بيقول كفايه كده علينا نبص لفوق بقى شويه مع وصول الرئيس مبارك لحكم مصر الحقيقه تراجعت عملية الاهتمام بأفريقيا إلى أن كان القطيعة مع محاولة الاغتيال اللي تعرض لها الرئيس الأسبق أو السابق مبارك سنة 1995 في أديس بابا. لكن مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم مصر وخليني أفكرك بواقع حصلت أن في يونيو 2030 يونيو 2013 قرر الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية مصر في الاتحاد لو تفتكر وفي يونيو 2014 مايو 2014 وقت ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات في مصر الانتخابات الرئاسيه وصل مصر وزارها عمر كوناري رئيس الاتحاد الافريقي في هذا الوقت وكان الحوار ما بينه وما بين المشير عبد الفتاح السيسي وقتها قبل وصوله ونجاحه في الانتخابات عن فكره ازاي الاتحاد الافريقي يقف الموقف ده من مصر فالرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها اتذكر ان ده الحوار اللي كان ما بينهم هما الاثنين قال له وانت مسافر انا ههديك تمثال وصوره كامله للرئيس جمال عبد الناصر، عايزك تحطه قصاد اعضاء الاتحاد في اول اجتماع لكم وكل دوله من دول الاتحاد الافريقي تقول مصر في عهد جمال عبد الناصر قدمت لها ايه؟ لو حضرتك تفتكر والمشاهدين يفتكروا ان في يونيو اول وصول للرئيس الفتاح السيسي لسدة الحكم في مصر في يونيو 2014 كانت أول زيارة لي خارج مصر كانت للجزائر صحيح. لو تفتكر صحيح. ثم كان بعد كده لحضور جلسة من جلسات الاتحاد الأفريقي وبعدها عادت عضوية بالضبط نعم. كده وعادت عضوية مصر بعدها إلى الاتحاد الأفريقي ثم كان تواصل مصر من 2014 حتى 2019 السنه اللي تولت فيها مصر رئاسه الاتحاد الافريقي باجماع الدول الافريقيه من لاول مره من 2002 بعد تغيير اسم الاتحاد من الاتحاد من المنظمه الى الاتحاد توالت الجهود المصريه للتاكيد على مصير مشترك اعاده دور مصر في افريقيا استعادة الخطوات الثابتة اللي احنا اغفلناها اكتر من 30 سنة ان ما ينفعش اتخلى عن امني الاستراتيجي وحدودي الاستراتيجية مش بمنطلق التعالي ومش بمنطلق التفوق ومش بمنطلق ان انا عايز استفيد منكم خالص ولكن من, من منطلق التكافؤ الاستغلال الفرص الموجوده في افريقيا زياده نسب التنميه والاستثمار في البنيه التحتيه في افريقيا لايمان القياده في مصر الان منذ وصولها لسجده الحكم ان نجاه مصر وتنميتها لن يحدث الا بتنميه حقيقيه في افريقيا لان التنميه الحقيقيه هي اللي هتقضي لي على ملفات تانية انا كمان بكافحها بتقضي لي على الارهاب بتقضي على الهجره غير الشرعيه بتقضي على التطرف بتقضي على معدلات الفقر اللي مصر مشاركه في الامم المتحده في رسم صورة التنمية للألفية الثالثة من 2015 ل 2030 إذا إحنا عندنا رؤية مشتركة لكيفية إعادة صياغة الحوار الإفريقي الإفريقي ثم الحوار الإفريقي العربي ثم الحوار الإفريقي الدولي طيب أستاذ نشوى الرئيس عبد الفتاح السيسي له حديث في سنة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي طالما حضرتك أشرت إليها عام 2019 وهو يحضر مناسبات دولية عدة ممثلاً لمصر صحيح وممثلاً للقارة الأفريقية بأكملها صحيح. في قمة الحزام والطريق بدعوة في صينية في للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قمة التيكاد في اليابان للرئيس السيسي حديث حول إطارين أو بندين أو شرطين إذا جاز التعبير أحدهما بخصوص التعاون مع أفريقيا والمجتمع الدولي أحدهما قائم على الملكية الوطنية للشعوب الافريقيه على مقدراتها الوطنيه، انا سأدعو حضرتك فقط لمتابعه هذا العرض البياني الذي يسلط الضوء على ما بذلته مصر من جهود مرتبطه بسنه الرئاسه المصريه للاتحاد الافريقي في 2019، ثم نعود لنسلط الضوء على حرص مصر على الحديث والاشاره الدائمه، ايا كان شكل التعاون فالملكيه الوطنيه للشعوب الافريقيه قائمه على مقدراتها الداخليه. جانب من الجهود التي بذلت وتحديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف الافارقه دوما تقديرا واسعا للدبلوماسيه الرئاسيه لكبير القوم عندما يذهب ليتحدث إليهم مباشره مع الاخذ في الاعتبار بالطبع باهميه ادوار باقي مؤسسات الدوله التي قدمتها خلال هذا العام وما تلاها وما سبقها بالطبع ساعود للاستاذ نشوى الحوفي للوقوف عند هذا الضابط او هذا الشرط الاساسي لاي شراكه افريقيه مع اي مجتمع غير افريقي شرط اساسي قائم على احترام الملكيه الوطنيه الافريقيه لثروات هذه الدول طيب. خلينا نتفق ان زي ما قلنا في اول كلامنا ان افريقيا كانت مهبط الاحتلال على مدار سنين طويله قوي ومهبط الاستعباد على مدار سنين طويله قوي افريقيا بالنسبه لدول العالم هي مصدر للثروات وفقط يعني حضرتك لما تتابع الارقام الافريقيه عن التجاره بالنسبه لافريقيا فتلاقي ان افريقيا بتصدر 60% من المواد الخام <applause> يعني يعني بالراحه كده يعني انتوا ما بتصنعوش لا ما بيصنعوش في شركات عالميه بتحتكر استخراج المواد الاوليه من افريقيا وتصدرها وتديلهم شويه قرشين وخلاص القرشين دول بيروحوا فين بيروحوا في اي مكان اكل شرب لكن ما بيروحوش على تنميه ما بيروحوش على بنيه تحتيه كان شرط مصر وهي بتتكلم باسم افريقيا في 2019 ارجوكم تعالوا استثمروا بجد في هذه الدول استثمروا في البنيه التحتيه وده شرق يعني اول المشاريع التي تحدث فيها الرئيس عبد السيسي كانت البنيه التحتيه صح. وخليني اقف هنا ثانيه واحده علشان الناس مش فاهمه يعني ايه بنيه تحتيه واهميتها ويقول لك هو انتم حتى عملتوا ايه غير شويه طرق ثقافه الطريق والبنيه التحتيه هي ثقافه الاستثمار على المدى البعيد انت من غير طريق ما عندكش استثمار انت من غير مينا ما عندكش استثمار انت من غير كهرباء وميه وصرف صحي ما عندكش استثمار ثقافه البنيه التحتيه هي ثقافه الاستثمار على المدى البعيد ده اللي نادت بيه مصر طول الوقت اكبر خطه انفاق للتنميه في تاريخ الولايات المتحده الحديث مرتبط بالانفاق في البنيه التحتيه ده حقيقي لانها لانها تعاني الحقيقه من الاضمحلال البنيه التحتيه في الولايات المتحده وده الناس مش عارفاه بتعاني من الاضمحلال الحاجه الثانيه ان افريقيا حجم التجاره الداخليه بين دولها لا يتجاوز 20% طبعا دي كارثه لان معنى كده انها بتطلع كل الداخل بتاعها كل ثرواتها بتصدرها لبره حتى ما فيش تجاره داخليه بنسبه معقوله تحقق الاكتفاء الذاتي لدولها وتحقق ايضا نسب التشغيل نسب القضاء على البطاله ارتفاع نسب النمو كل ده ما بيتحققش داخليا وعلشان كده مصر طول الوقت كانت بتنادي بضروره اعاده توطين الاستثمار في افريقيا والدعوه الى اعاده الاستثمار في افريقيا من هنا كان دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي واقراره في 2018 ثم اقرارها وتفعيلها في 2019 وقت مصر ليها صندوق ضمان مخاطر ومخاطر الاستثمار في افريقيا تعالوا يا مستثمرين يا مصريين تعالوا يا مستثمرين من كل دول العالم من اي جنسيات استثمروا في افريقيا واحنا بنعمل لكم صندوق يحمي استثماراتكم من مخاطر النزاعات السياسيه في افريقيا ومن مخاطر كمان التقلبات الاقتصاديه اللي ممكن تقابلكم كان نفس الشيء اللي هو لما اجي ابص على حضرتك اشرت الى حديث الرئيس فتحي السيسي باسم افريقيا في الصين وفي اليابان ده انا اقول لك ان الرئيس فتحي السيسي تحدث في خلال عام 2019 باسم افريقيا في روسيا في القمه الروسيه الافريقيه في قمه ميونخ للامن في 2019 بريطانيا. وتحدث في بريطانيا تحدث ايضا عندنا هنا في مصر في اكثر من مناسبه صحيح. لما كان في دعوه للتعاون على مكافحه الفساد مع الرقابه الاداريه لما كان في دعوه للسلام في اسوان, أسوان. منتدى, منتدى السلام أسوان. في أس... اسوان اذن مصر كانت طول الوقت ساعيه الى توطين الثروات توطين الاستثمار والنهوض بالبنيه التحتيه لافريقيا لصالح واحد وثمانيه من عشره مليار بني ادم بيعيشوا في هذه القاره. خليني اخدك والرقم الملياري المستخدم كان الرئيس السيسي حتى يقول دوما افريقيا سوق واعده للغايه لانكم تتحدثوا عن كثافه سكانيه وتعداد ضخم للغايه اذا ما احسن التعامل مع القاره الافريقيه بعد. من المستوى الاستثماري فيها. خلينا نتفق على جزئيه مهمه عين تركيا اقتصاديا من 2010 كان على مصر لانها بوابه افريقيا كلها كسوق لان تركيا خلينا نتفق الاقتصاد التركي كان يعلم انه لن يستطيع البقاء غير بفتح اسواق جديده فالاقتصاد التركي النهارده اتقفلت عليه افريقيا فهو يسعى مره اخرى لمصر جزء من هذا السعي هو جزء اقتصادي للولوج الى افريقيا مصر كمان خلينا نتفق ان مصر في خلال سنه واحده كانت عينيها على تفعيل الاستثمارات المصريه داخل افريقيا بمعنى الربط الكهربائي مع افريقيا كان منطلق من مصر تفعيل طريق القاهره كيب تاون بطول 11 ألف كيلو يعني لو تم تنفيذه نقطع المسافة من القاهرة إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا في أربعة أيام بينما الطريق ده المفترض أنه هو حيكون طريق تجاري لنقل البضايع هذا الطريق لو خدناه بالسفن بياخد أكثر من شهر والطيران مكلف وبالتالي يظل الطريق البري هو, هو الأقصر مشروع من بين مشروعين الرئيس السيسي حتى في كل القمم القاهره كيب تاون وربط بحيره فيكتوريا بالبحر, بالبحر المتوسط. المتوسط ان يكون بحيره فيكتوريا مربوطه باسكندريه علشان برضه الناس تفهم يعني ايه بحر متوسط يعني اسكندريه اسكندريه مربوطه ببحيره فيكتوريا اللي فيها منابع النيل صح. بتاعنا وده معناه ايه؟ معناها ان انا في طريق القاهره كيب تاون انا همر على تسع دول فانا مربوط بيهم في الربط ما بين بحيره فيكتوريا وما بين اسكندريه انا همر على كل دول منابع النيل خليني اخدك واخد الناس كمان استاذ احمد للحديث عن مشروع حاجه يمكن ما بناخدش منها كتير سد ستيجلر جورج في تنزانيا. تنزانيا هذا المشروع اللي تنزانيا يعني هي اخر دوله في دول منابع النيل بتطل على المحيط الهندي عندها نهر اسمه نهر روفيجي لا. وهذا النهر بيصب في المحيط الهندي ما بتستفيدش منه فمصر دخلت في مناقصه مع تركيا والصين واسرائيل للفوز باقامه مشروع اقامه سد ستيجلر جورج هذا السد احنا فزنا بالمناقصه بتاعته وداخل فيه شركتين شركه المقاولين العرب وشركه السويدي كتحالف اقتصادي معناه ايه احنا بنقيم سد اه بنقيم سد احنا اللي واخدين قرضه بقيمه 3.6 من عشرة مليار دولار ايوه احنا اللي بنعمل ده ليه لانها دوله من دول منابع النيل ليه لان شركتين مصريتين هيروحوا يشتغلوا هناك ليه لاني بقطع الطريق على دول تعادي الامن القومي المصري او تضر الامن القومي المصري انها توصل الى هذه النقطه البعيده ليه لان يهمني ان دوله زي دوله زي تنزانيا انها تنهض ويبقى عندها كهرباء ويكون عندها زراعه وانا كمان هستثمر فيها وده هيشجع استثمارات تانية انها تدخل الدول الافريقيه وجزء من, من من الروايه المصريه الرسميه الاساسيه في كل المحافل مصر تتفهم بل تساعد وتمد يد العون في اغراض التنميه طالما ان الامر ليس له هزات ارتدادية تخص أو, أو ضرر نفسي. بأي دولة طيب. تانية أو طرف تاني ممكن أقول حاجة يمكن كمان مشروع تنزانيا ده يأكد إن مصر لا تعارض أي تنمية حقيقية صحيح. لأي دولة في إفريقيا وده عكس ما يتم ترديده للأسف على ألسنة بعض الجهات زي المعضب. إثيوبيا <applause> نعم. استاذ هو من بين التجارب المصرية التى يقول فيها كثير حتى من المسؤولين الأمميين أنها تجارب ملهمة مشروعات الحماية الاجتماعية وجزء منها حتى كان مرتبط بمشروعات الرعاية الصحية مليون صحه الرئيس السيسي قال من القاهره نقدمها هديه لمليون مواطن افريقي ايضا نقدم لهم خبراتنا في مكافحه فيروس سي صحيح مشروعات الحمايه الاجتماعيه التي قدمت لحمايه الاسره المصريه الى اي مدى اثبتت كفاءه او تفرد على مستوى المعالجات القديمه التي كانت حاصله خلينا نتفق بهدوء برضو سين سؤال خليني أخذ مكان حضرتك لثانيه واحده سين سؤال هل حق انا كل حاجه لا لكن هل ما دخلناش وحطينا رجلينا على الطريق أيوة دي اللي لازم الناس تبقى فاهماها طول الوقت أي مجتمع بيبقى ساعي لحماية نفسه طيب هو إيه الدليل اللي ممكن يكون عند حد زي هو بيقول أيوة أنا حطيت رجلي على الطريق وحركت المياه الركدة وبدأت أتحرك بناسي وأوفر لهم الحماية حتى ولو لم ترضيهم بنسبة 100% أقول لك إن أنا دلوقتي الحقيقة عندي قاعدة بيانات للمصريين في الأمراض اللي بتصيبهم، فأقدر أوفر وأعمل إعادة هيكلة لأدوية وأجهزة طبية كانت بتغدر نمرة اتنين أنا عارف المصريين ازاي ايه أهم الأولويات اللي محتاجينها في الصحة. نمرة تلاتة مشروع زي تكافل وكرامة صحيح. بوصوله إلى أكثر من 12 مليار اتناشر مليون مواطن مصري على مختلف المستويات أو الأماكن اللي بيمروا بيها هذا المشروع ألا يوفر الحياة الكريمة لناس كانت طول الوقت تعاني التهميش صحيح. ربما المبلغ اللي بيحصلوا عليه مش هو المبلغ اللي الناس تقولك يعني هو هيعمل إيه أيوة بس على الأقل أنت حاضر لحمايتهم الاهم بقى كمان الدعم النقدي في البرنامج هو شكل وحيد من اشكال الدعم اشكال مختلفه من الدعم لان انا عندي كمان دعم عيني بيقدم ليهم من خلال فرص التموين بس في نقطه مهمه انا برضو عايزه نلفت النظر ليها وستكون أخيرة معلش حاضر الدعم ايا كان اشكاله ليس المطلوب استمراره مدى الحياه الدعم مشروط صحيح. بفتره اعجز فيها عن ان انا اكفي نفسي احنا محتاجين اعاده صياغه مفهوم دعم. الدعم في المجتمع المصري لان ده حاله دعم في دول العالم صحيح. الدعم مقرون بحاله اشتراطيه انا بمر بيها مش معناها ان انا استكين ليه وافضل اقول هو الدعم ما زادش ليه عند زوال الحاله يزول سبب تقديم بالضبط كده ده اللي لازم نفهمه صحيح. الحقيقه كمواطنين علشان حتى كمان كتنميه بشريه لي انا، انا مش لازم افضل طول الوقت مستني اللي يديني مساعده، لان كلمه دعم يعني مساعده، لو انت قادر على العمل ارجوك توقف عن استقبال الدعم، الدعم مقرون بيك لحد ما تعدي منحه او محنه. محنه، يحصل محنة. على المنحه حتى تجاوز المحنه. شكرا الصح الحوفي كانت معنا في أولى حلقات ظهورها على أن يتجدد هذا اللقاء بإذن الله في أغلب أيام السبت في حلقات الحقيقة شكراً لحضراتكم أيضاً على طيب المتابعة في أمان الله